وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السفير أحمد بن يوسف الرواعي، سفير مملكة البحرين لدى المملكة الأردنية الهاشمية. مرحبا بك معنا سعادة السفير في نشرة الثامنة، ولو تحدثنا عن جهود السفارة وما قامت به من دور خلال عملية التصويت اليوم. نعم، تفضل سعادة السفير. بناء على توجيهات وزارة الخارجية التي تحرص على تذليل كافة العقوبات والصعوبات، لذلك لضمان انسيابية ونجاح العملية الانتخابية وتسهيل عملية الاقتراع وأهمية المشاركة الفعالة وتأكيد أهمية الحفاظ على المكتسبات الوطنية، قامت السفارة منذ استلام التعليمات من قبل وزارة الخارجية بخصوص الانتخابات النيابية بعقد الاجتماعات في السفارة واستعراض الأمور الإدارية من كافة الجوانب والتحضيرات واتخاذ كافة الإجراءات حسب التعليمات الواردة لنا. على ضوء ذلك تم توزيع العمل، تحضير المكان وتوزيع المهام والواجبات على أعضاء السفارة الدبلوماسيين والملحق العسكري والملحق الثقافي، وتم وضع الخطة في كيفية استقبال يعني الناخبين وارشادهم الى مكان الانتخاب وطريقة الانتظار والدخول والخروج من مبنى السفارة. وكذلك تم التحضيرات الإدارية، وبعد الانتهاء من التصويت حسب التوقيتات المحددة تقوم اللجنة في جمع المعلومات، وحاليا هم قاعدين يقوموا بعملية الفرز الإخوان الدبلوماسيين في السفارة، وان شاء الله بعدها نرسل النتائج إلى الوزارة. نعم سعادة السفير، لو تضعنا في الصورة حول مشاهداتكم وما شاهدتموه اليوم خلال العملية الديمقراطية. أخي لقد شاهدنا حقيقة منذ بداية يعني الصباح أقبال ممتاز من قبل المواطنين المخلصين، يعني بالرغم من الأجواء الماطرة عندنا هنا في عمان والباردة كذلك، وكذلك المسافات يعني لبعض المناطق البعيدة، إلا أنه كان هناك إقبال ملحوظ وحس وطني، وكانوا عند حسن الظن في تلبية نداء الوطن لقناعتهم التامة يعني لرؤية صاحب الجلالة الملك المعظم وإشراك المواطنين في اتخاذ القرار السياسي وتمكين الناخبين من مباشرة حقوقهم السياسية عبر التصويت رغبة وسعيا نحو مستقبل واعد، وتأكيد على أهمية المشاركة الفعالة إن شاء الله في انتخابات الفصل التشريعي السادس. نعم سعادة السفير أحمد بن يوسف الرواعي، سفير مملكة البحرين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، شكرا جزيلا لك.